السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مصالح الأمن الحضري السادس دال إبراهيم من توقيف 10 أشخاص عن قضية ممارسة الرذيلة تحت غطاء ممارسة نشاط تجاري. وحسب بيان لأمن العاصمة، عالجت ذات المصلحة قضية ممارسة الرذيلة مع حيازة ممنوعات تحت غطاء نشاط تجاري من نوع العناية الجسدية وتليكة. ومكنت هذه العملية والتي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا لعناصر الفرقة بعد تنفيذ إذن بالتفتيش من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم 5 منهم من جنس أنثى. كما تمكنت نفس العناصر من حجز 164,600 دينار جزائري وقطعتين من الممنوعات، بالإضافة إلى 18 قرص ممنوعات وورقة نقدية من فئة 2000 دينار جزائري تحتوي على بودرة بيضاء، وكذا 16 قرص منع حمل و13 واقي. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.